فن تشيكي. أهلاً يا أطفال، مستعد لرسم هذه اليد الرائعة والملونة؟ هيا نبدأ. من السهل جداً رسم يدين. يمكنك أيضاً وضع يدك والتتبع حولها. دعونا نعطي مظهراً أنيقاً لليد الآن. الآن ارسم شكل قلب أحمر في المنتصف تماماً مثل هذا ولونها. تبدو رائعة. اصنع دائرة باللون الأصفر حول القلب وابدأ في التلوين. فقط استمر، تأكد من البقاء بعيداً عن القلب. والآن دعونا نضيف خطاً أخضر جميل وأنيق. حان الوقت لبعض الأزرق. نحن نقوم بعمل رائع. وهنا يأتي اللون الوردي الفاتح. نعم، وآخر لون هو برتقالي. نحن على وشك الانتهاء. دعونا نلون بسرعة. هذه اليد ستبدو رائعة. ها هو قلبنا في يد. واو، كان ذلك ممتعاً. أراك المرة القادمة. اشترك في القناة لمشاهدة المزيد. فن تشيكي.